السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل ورد الآن: الحوثي يوجه تحذيرات نارية للسعودية بهذا الشأن. وإلى التفاصيل. وجه قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي تحذيرات نارية للسعودية بخصوص تورطها باستهداف اليمن خدمة للكيان الصهيوني. وقال السيد الحوثي في خطاب متلفز له اليوم الخميس إن الأمريكي يحاول أن يورد السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة. وأضاف السيد: وجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من قبل الجانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي، موضحا أن استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي، وإذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة خطيرة. وتابع الحوثي متسائلا: السعودي في غنى عن المشاكل، ولماذا يقدم نفسه وإمكاناته ليتجند في خدمة العدو الإسرائيلي، مبينا أنه من الضلال أن يخسر البعض أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي. حذر قائد الأنصار من أي خطوات داعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق، مؤكدا أن أي خطوات عدائية على بلدنا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة، حتى لو اتجهت بعض الأنظمة العربية للقتال خدمة للعدو الإسرائيلي. وقال مخاطبا المتورطين: عليكم مخاطبة الأمريكي ليقاتل بنفسه باعتباره أكثر قدرة وإمكانات عسكرية، بدلا عن توريدكم خدمة للكيان الإسرائيلي. لا تكونوا أغبياء إلى مستوى أن يجندكم الأمريكي لتخسروا كل شيء خدمة للعدو الإسرائيلي. وأكد الحوثي أنه لا شيء أبدا سيغير موقف شعبنا اليمني العزيز عن دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته، مشيرا إلى أن شعبنا ثابت في موقفه المناصر لغزة، ثبات جباله الشماء الراسخة في الأرض والمعانقة للسماء. أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.